في هذا الفيديو غادي نهضروا على اخطر الكيانات والمخلوقات اللي كاينه في منظمه الاس اي بي، لدرجه عندهم القدره انهم يدمروا العالم ويديروا كوارث الى ما تمتش السيطره عليهم. في الفيديو ما غاديش نشرح شنو هي منظمه الاس اي بي وشنو الهدف ديالها، حيت ديجا درت واحد الفيديو اللي كنشرح فيه الاس اي بي بالتفصيل، ننصحك تمشي تشوفه هو الاول باش تقدر تفهم هذا الفيديو. وكنت قلت لكم واش بغيتوا تشوفوا شي سلسله اللي نشرحوا فيها المخلوقات اللي كاينه في هذه المنظمه هذه وعجبتكم الفكره. صوم مرحبا بك في فيديو جديد من سلسله الاس اي بي. SCP-056 القصه ديال هاد الاس اي بي هادي كتبدا في واحد المعمل ديال الخياطه مع واحد العامل تماك، غيكون كيقطع بالمقص ديالو واحد الثوب اللي عامر بالدم باش في الاخر غادي يزيدوا على ديك الكسوه اللي كان كيصايب بكل احترافيه. الى جينا نشوفوا البلاصه اللي فيها هاد الخدام هذا غنلقاو واحد المعمل ديال الخياطه كبير اللي فيه بزاف ديال المانكات خاوين، والشخص الوحيد اللي كاين تماك هو هاد العامل هذا. هاد الشخص كانت كتميزو واحد الحاجه واللي هي انه كان زوين بزاف والجسد ديالو مثالي، شعر زعر وعينين زورق. غادي يبدا يقاد داك التوب اللي كان كيصايب في الاول وغادي يرجع للور باش يشوف ديك التحفه اللي صايب. من بعد ما غاديش يقنعو داك الشيء وغادي يفكر انه بغى يزيد يطور اكثر ورجع للماكينه ديال الخياطه باش يكمل الخدمه ديالو. وبقوه ما كان منغمس في الخدمه ومركز في داك الشيء اللي كيدير، ما لاحظش باللي المالك ديال داك المعمل كان واقف في الباب وكيشوف فيه هو وواحد جوج ديال الناس من البوليس وكيقول لهم ها هو الشخص اللي كتقلبوا عليه. كنت عارف باللي هذا الشخص هذا ما غاديش يكون طبيعي، حيت الشحال هذه كانوا بزاف ديال الجرائم مغامضة اللي كانت طرات وما كانش عندها حل، وكان الرابط اللي كيربطهم كاملين هو هذا المصنع هذا اللي فيه هذا مصمم الازياء. واخيرا عرفوا شكون هو وجاو عنده، ولكن في الحقيقه هادو ماشي بوليس عاديين وانما عملاء من منظمه الاس اي بي. قالوا للمدير يمشي يخرج في حالاته ويخليهم يديروا خدمتهم، وايضا يقول للناس اللي في هذا المصنع كلهم يخرجوا في حالهم وما يبقى حتى شي واحد. في هذه اللحظه الرجل الجميل مازال خدام على التوب ديالو وما عطيش اهميه لذاك الشيء اللي كيطرى قدامه، حتى دخلوا ذوك العملاء عليه وقالوا له هز يديك وحط داك المقص دابا. شاف فيهم واحد النظره بارده وحط المقص من يديه وناض من بلاصتو وقال لهم عينوني واحد دقيقه عافاكم، ومشى دخل لواحد البلاصه فين كيبدلوا الحوايج، وموراها غادي يخرج واحد الراجل مختلف، واحد الراجل اللي صحيح وعامر شعر ولابس وقيد الرصاص داير بحال شي جندي ديال الحرب، وما غادي يجيو يهضروا معاه ويقولوا ليه شكون انت حتى غادي يهاجمهم بجوجهم وغادي يقتلهم. من بعد كاع العمال ديال المنظمه اللي كانوا كيساينوا برا اقتحموا البلاصه بالزربه باش يحاولوا يحتويوا هذا الاس اي بي هذا باسرع طريقه قبل ما يقتل كلشي. وهذا الشيء اللي طرا النيت قدروا انهم يحتجزوه، ولكن من بعد ما قتل 17 الجندي ديال المنظمه و10 ديال المدنيين اللي ما عندهم حتى شي دخل، فشدوه داوه للمنظمه. وكلنا عارفين دابا باللي اي كيان جديد كيدخل تماك كيبداو يديروا عليه تجارب وكيدرسوه مزيان باش يعرفوا الخصائص ديالو، وكيعطيوه واحد الترتيب وايضا سميه وسماوه الاس اي بي 056 او لا الرجل الوسيم. في الموقع الرسمي ديال المنظمه مكتوب باللي هذا من بين اخطر الكائنات اللي كاينه في المنظمه، حيتاش عنده القدرة انه يغير الشكل ديالو لاي حاجة بغاها ومناسبة له، ولكن كيفضل يبقى في الشكل ديال شي شخص وسيم باش يطيح الضحايا ديالو في الفخ بالزربة ويخلي الناس يثيقوا به، وايضا قادر انه يتحول حتى للحيوانات على حسب الظروف كي دايرة. واحد النهار حطوه قدام الكاميرا باش يشوفوا شنو غادي يطرى، وهو يتحول لواحد بنت زوينة بسرعة كبيرة وحتى لباسو كيتبدل بسرعة. من بعد حيدوا الكاميرات وجابوا واحد الجهاز خاص كيكشف بالاشعة تحت الحمراء، وفاش بداو كيراقبوه به هنا غادي تجيهم واحد الصدمة، حيتاش هذا الكائن هذا ما عندوش وجود كاع، ما عندوش ضربات القلب، ما عندوش ريحه وما عندوش وزن. من بعد ما لقاوش شي حل كيفاش يعرفوا شكله الحقيقي صافي خلاوه عندهم تماك وصنفوه من صين في اليوكليد. وايضا هاد الاصناف هادو حتى هما شرحناهم في الفيديو اللي فات بالتفصيل، كنصحك تمشي تشوفو. SCP-682 هاد الاس اي بي هذا سبيسيال شويه، والحاجه اللي مخليه متميز واللي هي ما كيموتش، وحيتاش ما كيموتش وما كاينش شي طريقه اللي تقدر تقتلو بها تسبب المنظمه بخسائر بشريه كبيره، حيتاش 20 مره هما كيحاولوا يقتلوه وهاد المحاولات كامله فشلات. جربوا يلوحوا عليه قنابل، جربوا يحرقوه، جربوا يحطوه في مواجهه مع مخلوقات اخرى واللي غادي نهضروا عليها من بعد، وحتى شي حاجه ما نفعت معاه. والسبب علاش بغاو يقتلوه حيتاش هاد المخلوق هذا ما فيه حتى شي ذره ديال الرحمه وكي كره اي واحد على وجه الارض، لدرجه انه واحد المره كان داز حدا واحد القريه وقتلهم كاملين من اكبر واحد حتى الاصغر واحد بدون رحمه. دابا اجي نشوفوا القدرات ديال هذا الكيان هذا وشنو اللي مخليه ما يموتش. اولا الحجم ديالو كبير بزاف، واخد المنظمه واحد المساحه ديال 125 متر مكعب، والحيوطه ديال ديك البلاصه من الحديد المقوى اللي السمك ديالها 25 سنتيم، يعني الحجم ديال المسطره ديالك وزيد عليها واحد 5 ديال السنتيم. واخا هادشي كله حاول الهرب 17 مره ونجح في 6 ديال
المرات، وفي كل مره كيرجعوه كيقتل منهم بزاف ديال الناس. شي كميه المشاكل اللي مسبب هذا المخلوق هذا. وحاجه اخرى اللي كيتميز بها هذا الكيان انه الجلد واللحم ديالو كيتجدد بسرعه كبيره كل ما طرات له شي حاجه، يعني واخا تجرحو واخا دير له اللي درتي كيولي يتجدد بسرعه ويرجع للقوه ديالو. وحاجه اخرى كيتميز بواحد السرعه خياليه بسبب تشكيله الجسد اللي كتخليه يتحرك برشاقه وسرعه. هادشي اللي خلى المنظم واحد النهار دير واحد الحاجه اللي اول مره غادي ديرها في التاريخ ديالها كامل، واللي هي غادي تستعمل المخلوقات اللي عندها ومحتجزاهم باش تقدر تدمر هذا المخلوق هذا. وواحد من المخلوقات اللي استعملتها المنظمه واللي هو الاس اي بي 689، واللي هو عباره على واحد التمثال صغير ولكن القدره ديالو خطيره بزاف، حيت اي واحد كيشوف فيه نيشان غادي يخرج واحد الوحش من داك التمثال وغادي يقتلوه وغادي يولي يرجع للتمثال. يعني باختصار اي واحد شافو خاصو يموت. وجدوهم وحطوهم في غرفه وحده، وهنا بداو كيشوفوا في بعضياتهم شويه، من بعد طفاو عليهم الضوء. داز واحد شويه ديال الوقت وما كان طرا فيه حتى شي حاجه، وكان واحد الهدوء قاتل. شويه بدا كيتسمع الغوات ديال الاس اي بي 682. وغير حبس داك الصوت شعلوا الضوء وما يلقاو الاس اي بي 682 مرمي في الارض وحالته حاله ومغطي بواحد الماده كحله ومجهوله، ولكن باقي عايش. والاس اي بي 689 رجع للتمثال ديالو، وهادشي اللي كيعني بلي التجربه فشلات. غادي ندوزو نهضر على واحد المخلوق اخر، داكشي علاش ما غاديش نذكر كاع التجارب اللي داروا عليه كامله، ولكن راه لحد الان عايش ولحد الان مازال ما عارفينش كيفاش يقدروا يقتلوه. الاس اي بي 106. دابا وجد ليا راسك مزيان، حيت هادشي اللي غادي تسمعه من ابشع الحوايج اللي تقدر تسمعهم واللي يقدر شي واحد يديرو. هاد الاس اي بي هو عباره على واحد الراجل شارف والجسم ديالو كله معفن، يعني بحال فيه شي مرض جلدي، ويقدر يبقى في شي بلاصه واقف الايام وشهور غير باش يقدر يشد الفريسه ديالو. ولكن المصيبه هي هذه، هاد الاس اي بي هذا كيفضل الدراري صغار من 8 سنين حتى 25 عام، والطريقه ديال القتل ديالو باش يعاون مقززه، واللي هي فاش كيبغي يهجم على شي واحد كيمشي وكيقطع الاعصاب والعضلات ديالو باش ما كيكون عندك حتى شي فرصه انك تهرب ولا تغوت، كتولي قدامه بحال شي دوميه مشلوله. وفاش كيدير هادشي كامل كيجدك وكيديك معاه لواحد البلاصه خاصه به في البعد الجيبي، واللي هي واحد البلاصه ما بين الزمان والمكان. فاش كتدخل تماك لحد الان مجهول شنو كيدير ليك، واش كيقتلك ولا شنو، ولكن فاش كتخرج كتولي بحال هاد الشخص اللي في التصويره، يعني كتولي داير بحال شي زومبي وما فيكش الروح كاع. وكيقولوا بلي هادي راه تصويره حقيقيه لواحد الشخص اللي كان خرج من البعد الجيبي، وباش يقدروا يحتجزوه صايبوا له واحد الغرفه خاصه به مصنوعه من الفولاد. وهاد الغرفه هادي دايرينها كطير بواحد المغناطيس باش ما يقدرش يهرب بداك البعد الجيبي اللي كيقدر يدير. وكيتطلب منهم يوميا يدخلوا ويديروا الصيانه لديك الغرفه، حيت ديما كيحاول يهرب، وفي كل مره كيبغي يهرب كيدوب داك المعدن، فكيخصهم ديما يدخلوا ويبدلوا داكشي. الاس اي بي 002. هاد الاس اي بي غادي تبدا القصه ديالو فاش غادي يجيو جوج ديال العلماء من المنظمه وغادي يحلوا الباب على واحد الخليه صغيره كانت عندهم سنين هادي وما ضربوش عليها الله. فاش غيحلوا الباب غادي يلقاو واحد الكتله كبيره ديال اللحم على شكل كره، غيبداو يقربوا ليها شويه بشويه، وواحد فيهم غادي يقيسها وغادي يحس بواحد الدفء جاي منها والبلاصه سخونه شي شويه. من بعد غادي يبدا يسمع بحال ضربات القلب وواحد الصوت خافت بحال هذيك الكره حيه، فغادي يخاف وغادي يحيد راسه بالزربه وغادي يشوف فيه العالم عالم تاني وغادي يقول له اجي تشوف شنو لقيت هنايا. فاش غادي يمشي يشوف غادي يلقى بلي كاين واحد الباب ديال الحديد اللي يقدر يتحل ويتسد من فوز ديك الكره، ولكن اللي غريب هنا ان هذاك الباب محلول اصلا. وهنا جاتهم الحيره حيت قدامهم واحد الباب محلول ديال واحد الكتله ديال اللحم كبيره، فجاهم فضول كبير وقرروا انهم يدخلوا يشوفوا شنو كاين تماك. فضربوا طليله غير بالشويه ولقاو بلي كاين واحد الفوتوي وكرسي وواحد الطابله، وهنا بداو كيسولوا راسهم واش يقدر زعما يكون شي واحد عايش هنايا. فهضروا القرعه ما بيناتهم على شكون فيهم اللي غيدخل ديك البلاصه ويكتشفها. واحد فيهم خسر وبدا كيتسلل شويه بشويه للداخل. الجو لداخل كان سخون بزاف، وهو داخل كانت فيه الخلعه وحاضي جنابه من اليمين واليسار. فاش دخل لقى داكشي غريب شويه، واللي هو كاين اثاث ديال المنزل مفوز ديك البلاصه، ولكن شي حاجه غريبه في داك الاثاث. صاحبه اللي برا غوت وقال له اندرا شنو كتشوف تماك، يلا بغى يدور ويجاوب صاحبه وهو يتسد الباب. رجع باش يحل الباب ولكن عيا ما يحرك فيه الباب، ما بغاش يتزعزع من بلاصو كاع، بحال شي قوه خفيه شاده. صاحبه اللي برا حتى هو كان حاول بجهده كامل باش يقدر يحل الباب والو ما قدرش. وبقى كيغوت لصاحبه بغى يسمع غير شي حاجه منه، ولكن الحاجه الوحيده اللي كان كيسمع هي الغوات ديال صاحبه لداخل. من بعد تحل الباب وبداو كيخرجوا شي اصوات غريبه من ديك الكره ديال اللحم. الانذار ديال الخطر في المنظمه خدم، وهادشي اللي كيدل على ان شي حاجه ماشي طبيعيه كطرا. فاش تحل داك الباب بدا كيقرب ليه داك العالم الثاني شويه بشويه باش يشوف شنو طرا لداخل. بدا كيعيط لصاحبه باش يشوف واش هو بخير ولا لا، ولكن حتى واحد ما كيجاوب. وهو مازال واقف تماك بدا كيحس بواحد الهواء سخون كي
كيضرب ليه في وجهه. من بعد فاش ما بقاش داك الريح بدا كيزيد يدخل داخل شويه بشويه باش يقلب على صاحبه. فاش دخل ما لقى والو ولقى نفس المشهد ونفس الفوتوي ونفس الكرسي والطابله اللي كانوا قبل، ولكن كاين واحد الحاجه جديده تزادت في ديك الغرفه واللي هي واحد التلفازه صغيره. صوي الا كنتي كتفكر بحالي غادي تعرف باللي صاحبه تحول التلفازه وتزاد على الاتات اللي كانت تماك. وباي ذا واي كاع داكشي اللي كاين تماك مصنوع من اللحم والعظام والشعر ديال البشر، وكاع الاتات اللي تماك مصنوع من الناس اللي كانوا قبل. حيت في كل حاله ديال الاختفاء كتسجل كتم الاضافه ديال شي حاجه جديده في ديك الغرفه. صوم منين جا هذا المخلوق هذا؟ هذا الكيان لقاوه الموظفين ديال المنظمه في البرازيل بالصدفه من بعد ما جاوهم بزاف ديال البلاغات باللي شي كتله كبيره طاحت من السماء. فاش مشاو لقاو هذا المجسم هذا مغلف بواحد القشره ديال الحجر، وهنا بداو كيديروا عليه تجارب في ديك البلاصه وبداو كيدخلوا ليه الناس واحد بواحد، ولكن حتى شي واحد ما ولا خرج. وكل مره كتزاد شي حاجه جديده في وسط ديك الكره. من بعد ما تاكدوا من الخطوره ديالو داووه واحتجزوه عندهم في المنظمه في البلاصه وعطاوه السميه ديال الاس سي بي 002. وبما انك وصلتي حتى لهنا بغيت نقول لك واحد الحاجه مهمه لاي واحد كيتبع وكيبغي هاد السلسله هادي واللي هي الهدف ديالها فقط الترفيه. يعني بحال كتفرج في شي مسلسل ولا في شي فيلم لا اساس له من صحه. منظمه الاس سي بي واحد القصه مكتوبه بشكل احترافي ومدروس اللي كيعطيك واحد الاحساس انها حقيقيه بقوه التفاصيل اللي فيها، ولكن هادشي راه ماشي بالصح والهدف ديالو فقط هو المتعه والترفيه. فبلا ما تجي عندي وتقول لي بلي هادشي راه ماشي بالصح حيت راه كنا عارفين بلي راه ماشي بالصح. سو شكرا بزاف حيت وصلتي حتى لهنا. ما تنساش تخلي واحد لايك واشتراك في القناه الى عجبك الفيديو، راه فابور تقدر تحيدها فوق ما بغيتي. وايضا دوز عندي الانستغرام وسير تشوف الفيديوهات اللي فاتوا انا متاكد غادي يعجبوك. كان معكم بلاك ونشوفو في فيديو جديد وبيس.